مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نتحدث فيها عن الأيام المفتوحة التي نظمها قطاع التنمية الحيوانية، وهي الأيام التي تناولت موضوع الثروة الحيوانية في موريتانيا، وتضمنت ندوات لتشخيص واقع قطاع التنمية الحيوانية وآفاقه، إضافة إلى الإطار القانوني لاستثمارات والنظام الضريبي وكذا الشعب الواعدة في مجال قطاع التنمية الحيوانية. وتم فيه أو خلال هذه الأيام الإعلان عن مشروع المنمي. وزير التنمية الحيوانية تعهد بأخذ التوصيات التي أسفرتها عنها هذه الأيام بعين الاعتبار. سعدنا إذن لنقاش هذا الموضوع أن يكون معنا سيد أحمد سالم العربي، مدير إدارة تنمية الشعب الحيوانية بوزارة التنمية الحيوانية. أحمد سالم، أهلا وسهلا بك. في البداية لو حدثتنا عن أهم التوصيات التي خرجت بهذه الأيام التشاورية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شكرا جزيلا مرة أخرى لقناة المرابطون على إتاحة هذه الفرصة. كما قلتم، هذه الأيام المفتوحة حول قطاع الثروة الحيوانية في موريتانيا كانت مناسبة لتقييم مدى التطور الذي حصل منذ سنة عقب الإعلانات الهامة والقرارات المهمة التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية في معرض تنبدر للثروة الحيوانية منذ سنة بالضبط. آنذاك تم تقديم خلال ذلك المعرض بعض المقترحات والتوصيات، وكما أشار فخامة الرئيس في خطابه بالمناسبة تلك، قال إن الأيام التشاورية التي تواكب معرض تنبدغة ستتمخض عن توصيات، وهذه التوصيات يجب أن نحاول أن نتابع تنفيذها بشكل محكم لكي نتمكن من تطوير هذا القطاع ودمجه في الاقتصاد الوطني. إذن هذه الأيام تأتي سنة بعد ذلك، مكنت هذه الأيام من خلال الندوات التفكيرية ومن خلال مشاركة أكثر من 250 مشارك من مختلف الفاعلين في هذا المجال، خصوصا المنمين والهيئات والمنظمات التي تمثلهم، وكذلك القطاع الخاص من خلال رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في هذا المجال، كذلك أيضا من خلال مشاركة خبراء وطنيين ودوليين مهتمين بالشأن، يعني خصوصا في مجال الثروة الحيوانية، والقطاعات الحكومية أيضا اللي عندها علاقة بتنمية هذا القطاع. إذا تمخضت هذه الدورة عن جملة من التوصيات أجملناها في التقرير اللي صدر أمس في الحفل الاختتام في 20 نقطة. أعتقد أن هذه 20 توصية لخصت في المجمل أهم الأفكار التي وردت خلال اليومين من الورشات والنقاشات المثمرة والجادة، بحيث أن خلال هذه اليومين تطرق المشاركون إلى نقاش سبل تطوير وخلق قيمة مضافة في هذا القطاع الحيوي من أجل أن يلعب دوره الريادي في النمو الاقتصادي لهذا البلد. فهذه 20 توصية تقريبا لخصت مجمل هذه المقترحات اللي وردت، وقد نلخص لك أهمها وأبرزها فيما يلي. أولا، فيه مجموعة توصيات تتعلق بضرورة فتح المجال والفرص أمام الولوج إلى موارد مالية مناسبة ومتلائمة مع ظروف المنمين بشتى يعني أصنافهم ومستوياتهم. كيف تعرف التمويل التقليدي الكلاسيكي اللي عندنا من خلال البنوك والهيئات النقدية التمويلية فيه على كل حال تعقيدات كثيرة، تسمح لياسر المنمين انهم يولجوا له،
به اللي الضمانات اللي تنطلب عليهم تاعيته ما هي عندهم غالبا متوفرة في الموظفين فقط، في الموظفين وفي الناس اللي في المدينة واللي عندها منازل وعندها عقارات وعندها ضمانات وكذا. إذن التوصية المهمة في هذا المجال هو بأننا يجب أن نضع مسطرة لوسائل تمويلية، يعني دي برودوي دي فينانسمون أكثر ملائمة وتعود هما اللي قاعدة تشمل كافة شرائح وأصناف هذا المنين، ما عند المنين من الصغار والضعاف المتوسطين والكبار وغيرها، اللي منها في الوسط الريفي، اللي منها لا هي يشتغل في الإنتاج التقليدي ولا في الإنتاج المكثف ولا الإنتاج المعصرا أو الحديث، اللي منها لا يشتغل في تحويل صناعة تحويلية لمنتجات الثروة الحيوانية. هذا كلها يقد يعدل له وسائل تمويل. وحين أتحدث عن وسائل التمويل لا أتحدث فقط عن القروض، تحدث عن كافة وسائل التمويل بما فيها الدعم المالي المباشر اللي هو السيفنسيون، بما فيها رفع بعض المعوقات المالية والضرائب أمام استيراد بعض المنتجات، بما فيها التخلي عن بعض الامتيازات اللي قد تعد الدولة لها يعني قادة تتخلى عنها لصالح نهضة اقتصادية في هذا المجال، والأمثلة كثيرة على ذلك، بما فيها القروض الصغيرة والمتوسطة وبما فيها القروض الاستثمارية الكبرى. إذن هذا كامل جف توصية شاملته تتعلق بالولوج إلى إمكانيات تمويل ملائمة وتتماشى مع ظروف المنمي. فيه توصية أخرى كبيرة جملة ملياس من المشاكل اللي يالله تطرح عند الأخلاق هي التكوين. التكوين مهم، لا يمكن على الإطلاق أن ننهض بأي قطاع اقتصادي ولا أي قطاع إنتاجي بدون تكوين أيضا يعني كافة أنواع المصادر البشرية وأصنافها ومستوياتها، من عند التكوين العادي المتوسط على الحرف البسيطة في المجال إلى التكوينات العالية اللي هي شهادات عليا ومن هندسة وغيرها. لأن احنا حين نتكلم عن تحديث وسائل الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية اللي بأن مشكلة عندنا ناقصة ندون نرجع لها لأنها وردت في توصية أخرى، لا بد أن من يعودوا عندنا فنيين وحرفيين ومهنيين عندهم من الخبرات ومن المعرفة ما يكفي لإدخال تقنيات حديثة، لأن هذا هو اللي ينهض به القطاع في العالم كامل وحتى في الدول المجاورة. هذه نقطة مهمة، لأنه هنالك من يقول أن هذا القطاع لا زال خارج الدورة الاقتصادية أو لا زال أقرب هو إلى البدائية وإلى العشوائية منه إلى شعبة اقتصادية أو تنموية تواكب العملية الاقتصادية وتواكب التطور الاقتصادي والحضري. أنتم ما هي الإجراءات التي اتخذتم كقطاع لتطوير هذا القطاع المتعلق بالثروة الحيوانية، وهي تعتبر موريتانيا من الدول التي تتوفر على ثروة هائلة ولكن لا تزال الاستفادة منها قليلة وضعيفة؟ صح. أولا لتطوير هذا القطاع كيف قلت لك لازم نشتغل على ما يسمى برفع الكفاءة الإنتاجية. رفع الكفاءة الإنتاجية بتعريف مبسط هو أنه لازم بنفس المدخلات والإمكانيات ننتج، وفي نفس المجال الزمني ننتج نزيد الإنتاج وبكلفة أقل. هذا هو التعريف البسيط. هذه العملية الاقتصادية. هذا يعني أنه إذا أعطيتك أمثلة بسيطة يفهم المشاهد معنا. نعم. إحنا إذا كان عندنا مثلا في إنتاج الحليب عندنا منمي عنده 100 رأس، 100 شايلة. هذه 100 شايلة تنتج الواحدة منها متوسط 5-6 لتر اليوم، اللي هو 5 أطوان 500 لتر 600 لتر اليوم ينتجها ويبيعها في السوق. هذه 100 رأس إذا اشتغل هذا المنمي أو هذا المربي على ما يسمى بعليقة علفية مدروسة من حيث التكامل الغذائي فالإنتاجية ستزيد. هذه أول واحدة، ويمكن أيضا أن التكلفة تنقص، لأن هذا وسائل العلف والطريقة اللي يقدموا بها بعض المربين ما هم كاملين غير أغلبهم الأعلاف ياكي غذي
حيواناته يعني ينتجوا له هي تعادل بطرق غير علميه للاسف، وفيها ياسر من الهدر. تصور ان هذا المثال ينطبق على عشرات او مئات الاف المنمين. اذا بالجمله نحن نهدر للاسف امكانيات ماديه هائله مقابل انتاج هزيل. وهذا بسيط، هذا لازم تكوين، هذا لازم له من واحيانا يهدر هذه الموارد على البان ومنتج ربما لا يستخدمه حتى اصلا لطبعته. اصلا لطبعته. اذا المقاربه شنو هي؟ المقاربه هي انه الانتاج بشكل عام، سواء انتاج حليب او دواجن او تربيه ماشي للحوم او غيرها، وحتى الانتاج في مجالات الزراعه وغيرها، اي الانتاج بشكل عام يجب ان يعتمد على مقاربه ما يسمى بالمؤسسه الانتربريز. الانتربريز بمعنى انه القطيع نحن نعتبره ان انتربريز. هذه المؤسسه الاقتصاديه او الماليه او الوحده او الوحده الاقتصاديه سميها ما شئت، وقد تكون وحده صغيره وقد تكون متوسطه او كبيره، عندها طرق علميه لرفع كفاءه الاقتصاديه والانتاجيه لهذه الوحده. وهذا هو اللي لازم كيف قلت لك قبيل ادخال التدريب والتكوين. طيب اسمح لي، التدريب والتكوين لازم. اذا نحن في اطار النظره او الرؤيه اللي واحدين فيها نهيئولها بشكل قوي، نشتغلوا على عده زوايا. المستوى الاول او الزاويه الاولى هي توفير الموارد الماليه الكافيه من خلال القروض، من خلال الدعم المالي لا سيفانسيون به اللي لابد من راس المال ينضخ ياك تخلق استثمارات. يا غير هذا لا يكفي اطلاقا، يمكن ان نضخ مليارات ولا تعطي نتائج للاسف الشديد، لانه مازال عندنا نقص كبير جدا في المعرفه الفنيه والتقانات المهمه اللي تزيد الانتاجيه. اذا هذا الشق ايضا التدريب والتكوين يعتبر ضروري جدا. طيب اسمح لي ان اخذ فاصلا قصيرا ثم اعود لاستكمال هذا النقاش معك. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. الحيوانية حول هذا القطاع. يسعدنا أن يكون معنا مدير إدارة تنمية الشعب الحيوانية بوزارة التنمية الحيوانية السيد أحمد سالم العربي. سيد أحمد سالم أهلا وسهلا بك من جديد. من التحديات أو الإشكالات التي يعاني منها قطاع الثروة الحيوانية مشكل الجفاف الذي تصاعد خلال السنوات الأخيرة وأدى حتى إلى تناقص أعداد هذه الرؤوس أو هذه الثروة، بالإضافة إلى كل ارتفاع الكلفة بالنسبة للمنمين وخاصة المنمين في مستويات متوسطة وضعيفة. ما هي الإجراءات التي برأيكم ينبغي اتخاذها لمواجهة هذا الواقع وهذا الجفاف الذي يضرب المنطقة ومنها موريتانيا منذ سنوات ويبدو أنه في تصاعد؟ شكرا جزيلا. صحيح ما قلتم، هذا من ضمن أهم وأكبر التحديات التي تواجه تطور هذا القطاع.
ولها انعكاسات وآثار سلبية للأسف شديد عميقة وعميقة جدا، ليس فقط على الثروة الحيوانية في حد ذاتها، وإنما أيضا على ما يسمى بالنشاط، نشاط التربية الحيوانية كنشاط اقتصادي. لأنه لما ترتفع كما قلت لما ترتفع كلفة الرعي والتربية فالمنمي محبط ومكره سيتخلى عن هذه البيئة كما هو الحال للأسف، ويلجأ إلى المدينة ويبيع قطيعه ويدخل في سياقات اقتصادية أخرى. وللأسف الشديد هذا يؤدي لنا مسائل سلبية كثيرة. واحدة بعلن هذا المجال الاقتصادي تمشي عنه الناس، تتخلى عنه مكرها، ولذلك تضعف إنتاجيته ويزادوا الأسعار بالإنتاج مات لياسر، الوفرة بالإنتاج قلتها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أوتوماتيكي، وهذا أمر ملاحظ، وهذا ملاحظ في السنوات الأخيرة. كذلك هذه الناس اللي كانت هم اللي تشتغل في هذا المجال وعندها على الأقل معارف تقليدية متراكم متوارثة لا يتمشي توحل في شيء ثاني، وتعود الناس اللي لا تتكابد مع هذا التنمية تبدأ تجربة جديدة مع هذه المعارف تفقد، وانعكاسات كثيرة. زيادة على ذلك ملاحظ خلال 20 سنة الماضية أنه فيه ضغط كبير بفعل عوامل المناخ أيضا وندرة الأمطار، أنه في ضغط كبير على المجال الرعوي، يعني المجال الرعوي ينحسر سنة بعد سنة، وبالتالي نضغط على المجال الزراعي، وهذا فيه مشاكل بين تؤدي إلى مشاكل بين المنمي والمزارع. كذلك هذه الهجرة للانتجاع خارج البلاد من ضمن أيضا نتائج ندرة المراعي وانعدام، وبالتالي في بعض الدول الجوار الانتجاع شرامات لقاعد يصح نظرا لظروف أمنية. وعلى كل حال لا ندري هل في 10 أو 20 سنة القادمة قد تحدث متغيرات أخرى تجعلنا إذا بالمختصر في خلال الرؤية اللي عند القطاع حاليا هو أنه لازم نخلق بعض الحلول حاليا. هذه الحلول من ضمنها أولها وأهمها هو الاستغلال الأمثل للمجال الرعوي الوطني الموجود، لأنه فيه مجالات كبيرة كيف كنا نقوله، فيه عندنا هذه المناطق الشمالية كاملة اللي نسموها احنا أوكار كامل من عند ظهر النعمة إلى تيشيت ماشي للشمال، هذه كاملة مناطق رعوية يغال للأسف فيها ندرة مياه، ولذلك ياسر من القطعان والمنمين ما يقدروا يستفادوا من المرعى اللي فيها به ليل ما هو خالق والله ما هو ياسر. لأن عندنا برنامج قوي بدأ تنفيذه منذ شهر أشهر، الدراسة بعد حكم اكتملت لإنشاء 60 محطة مائية ارتوازية مجهزة فيها خزانات ماء وفيها وسائل الري، وهذا الذي مبرمج لهذه السنة. أعتقد أن السنوات القادمة كل سنة الدورة تعود فيها 60 إلى 80، وبالتالي الخارطة الرعوية اللي عندنا إن شاء الله تعالى دورة تنحل من حيث المصادر المياه، وهذا مهم. هذه واحدة، هذا لا يخفف الضغط عن المناطق الأخرى ولا يقلل من اللجوء إلى الانتجاع خارج البلاد، ولذلك نستغل هذه الموارد. هذه واحدة. اثنين، السبب الرئيسي للانتجاع خارج الحدود ولبعض المشاكل أيضا في التنمية هو ندرة المصادر العلفية. كيف قلت بالإضافة لهذا الشق الأول متباركين عندنا برنامج طموح وقوي جدا اللي هو تطوير زراعة الأعلاف الخضراء، وهذا هام جدا لأن عندنا موارد مائية الحمد لله كبيرة، عندنا مساحات صالحة للزراعة، بدأنا نوعوا الناس أنها تزرع، والحمد لله السنة هذه في قريب من 360 هكتار مزروعة بالأعلاف الخضراء في مختلف مناطق موريتانيا حتى في المناطق خارج الضفة، وهذا مهم. هذه الثقافة يجب أن تتطور في السنوات القادمة، وفي برنامج دعم مالي مهم لهذا الشق أيضا بحيث أن نطمح إلى زراعة حوالي 7000 هكتار من الأعلاف الخضراء بين هون إن شاء الله تعالى 3 إلى 4 سنوات، وهذا من أين يخلق؟ لا يحل الكثير من مشاكل ذروة الحيوانية به، اللي أهم مشاكلها كيف قلت لك هو ندرة المصادر العلفية والرعوية بشكل عام. إذن هذا طيب من ضمن الإجراءات اللي موجودة. هنالك أيضا حتى البرنامج السنوي المتعلق بتوزيع الأعلاف، في هذه السنة ما هي رؤية الوزارة لمعالجة هذا الموضوع، خاصة أن هذه السنة من السنوات التي تصح بأنها شديدة من حيث الجفاف وتأثيره؟ صح. هذه السنة كما قلتم سنة متميزة منها للأسف
الأمطار ما كانت كافية، منسوب الأمطار كان تحت المتوسط في الكثير من المناطق. وهذا تنبهت له الوزارة باكرا وعدل التقييمات وعدل تقاعد القطاعات الحكومية الأخرى، وبناء على ذلك قدمت وزارة التنمية الحيوية مقترح في مجلس الوزراء في 17 نوفمبر 2021 للفت أنظار الحكومة إلى هذا الخطر القادم. وسرعان ما تفاعلت الحكومة فشكلت لجنة وزارية اجتمعت في آخر أيام نوفمبر واتخذت جملة من القرارات وشكلت لجنة فنية. هذه اللجنة الفنية اشتغلت خلال شهر ديسمبر وجانفيه اللي انعدلت برنامج للتدخل السريع في 90,000 طن من المواد العلفية، وبدأ بالفعل شراء هذه المواد من طرف المركزية لتموين السوق، بحيث أنها فات وصلت حكم الكمية كاملة على ما أعتقد، شراوها في ظرف وجيز على الرغم من كيف تعرفوا الاوضاع الاقليمي اللي متعقد جدا، حتى منين تعدل ان كوماند ولا تطلب طلبيه تفوت ثلاث اشهر ما جبرت الجواب، ولا في تيلين ريتهم اللي تجبروا باسعار ما هي عادي. يا غير بعد الحال الحمد لله كسبنا الوقت، واحنا اليوم في شهر مارس نهايه شهر مارس اعتقد على ان جميع الكميات العلفيه موجوده اليوم في جميع عواصم المقاطعات. وسيطلق هذا البرنامج بإذن الله تعالى خلال يومين أو ثلاثة، ذاك هو المقرر إن شاء الله تعالى. طب لا ترون الوقت تأخر شوي، بقي مارس لا لم يتأخر فقط لم يتأخر أبدا. لأول مرة يعود البرنامج الحش اللي مشري فيه متواجد في خزانات مخازن المقاطعات في شهر مارس، لأول مرة في التاريخ. أنا واكبت هذه البرامج من 2003 الحمد لله. طيب برنامج 2020 اللي هو التدخل 2020 اللي كان أيضا أسرع من البرامج اللي سبقته تم إطلاقه نهاية أبريل على التراب الوطني. طيب. إذا نحن متقدمين. طيب طيب الآن ما هي يدور الحديث في أكثر من وقت وفي كل مناسبة أنه هنالك مساعي لتطوير هذا القطاع، ولكن ما هي الإجراءات العملية التي بدأتم بها في هذا السياق أمام ما يعرف بأنه أغلب الناشطين أو المستثمرين في هذا القطاع هم أشخاص عاديون ربما ليس لديهم استيعاب حتى لتطوير هذا القطاع، وعلاقتهم بالجهات الحكومية علاقة محدودة أو ضعيفة، وبالتالي العملية فيها الكثير من التعقيد والصعوبة. صح، الدور تعود تابعت خلال الأيام المفتوحة اللي اختتمناها أمس إعلان معالي الوزير وزير التنمية الحيوانية عن إطلاق برنامج مشروع المنمي اللي ممول بثلاث مليارات قديمة. شنو هذا المشروع؟ قديمة بتمويل من البنوك المحلي الخصوصية الوطنية. هذا في حد ذاته يعتبر إجراء كبير وتاريخي واستراتيجي وعميق، يلا الناس تفهم بين اشرح لك لماذا. لاول مره في تاريخ هذا البلد البنوك الوسيطه ولا البنوك الحره تخصص قروض موجهه لقطاع الثروه الحيوانيه لاول مره. ثانيا هذه القروض مقدمه بنسب فائده شبه معدوم، يعني ما في 4%، 4% تعتبر فقط يسموهم الفريد دوسيه، معناها تكاليف دراسه الملفات، ولانه في لجان تكاليف تسييريه فقط هذا مهم وليست ارباح. هذا مهم جدا، مهم به اللي ما قد تخلق. نحن ذروه الحيوانيه نعرف انها كبيره، نعرف انه قطاع اقتصادي هام جدا، نعرف انه يكافح الفقر، نعرف انه يكافح هو اول مشغل، لانه اليوم هذا ما خالق قطعه من البل ولا بقر ولا قنم افيرجاج والله لا بشكل دائم. اذا وعايشه فيها مجموعه من الاشخاص لامبلوا بيرمانون متتاليه 270 الف ولا 260 الف عامل من الرعيان وغيرهم والسقايه هذه واحده. الثانيه هذا القطاع يساهم في اللحمه الاجتماعيه من خلال الزكاه، من خلال المنيحه، من خلال ومهم جدا. فيه خاصيه اخرى مهمه اشاروا لها الكثير من الاقتصاديين هو قدرته على اعاده توزيع الثروه من خلال الزكاة حيث الانتشار والانتشار أيضا. وهذا مهم، كل حد عنده زائلة والله ما هو خالف في القطاعات الاقتصادية الأخرى، القطاعات الإنتاجية الأخرى. إذا هذا كل حد يعرف، يا غير ما قط استفاد
من تمويلات مباشرة من البنوك، وهذا سيؤدي حتما إلى تحديث لكن تقول إذا عصرنت سبل الإنتاج بلي ما خالق من الملا يقبل قرض من عند بنك وملزم بدفوعات وملزم بالتسيير المالي وملزم أنه يعرف ربحه شنو يعرف، بالتالي سيدخل تدخل طيب. هذه القروض باختصار فقط الوقت بدأ ينفذ بعد سنة من الإعلان عن صندوق الثروة الحيوانية، ما الذي تحقق في هذا المجال وما هي رؤيتكم المستقبلية له باختصار؟ بعد سنة على المستوى المؤسسي فيه وزارة قطاع وزاري خاص للثروة الحيوانية، هذا مهم جدا، يعهد له التفكير التشاور مع الهيئات المهنية للمنمين والتركيز على السياسات اللي تخدمهم، وهذا مهم، هذا إنجاز مكتسب. المكتسب الثاني بعد سنة تم خلق مؤسسات متخصصة جديدة اللي هي الموريتانية للمنتجات الحيوانية اللي يتمول مباشرة بشراكات مع القطاع الخاص، وهذا مهم ما كان خالي. بعد سنة تم إنشاء أيضا صندوق خاص لترقية قطاع الثروة الحيوانية في مخصصات مالية لكل سنة، وهذا مهم ما كان خالق من المال العام من خزينة الدولة. بعد سنة أطلقنا برنامج تمويلي مع بالشراكة مع البنوك اللي كنت نقول لك الوسيطة، هذا ما كان خالق. بعد سنة اكتمل دراسة بعض النقاط القانونية و لي بروسيدير لآليات العمل، الحمد لله هذه جاهزة. تم إطلاق الإحصاء الوطني الشامل للثروة الحيوانية لأول مرة في تاريخ موريتانيا، لأنه عملية معقدة وبرنامج مهيكل كبير كان كل الناس ينتظرونه، لأن ما نعرف حاسبة حيوانه ولا نعرف إنتاجه، وهذا مهم حاليا. هذا البرنامج تم إطلاقه وإن شاء الله تعالى ستدخل في مراحله الأخيرة خلال أسابيع قليلة قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا للسيد أحمد سالم العربي مدير إدارة تنمية الشعب الحيوانية بوزارة التنمية الحيوانية، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، أنقل إليكم تحية فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.